सबको चपली कबाब का पता है, लेकिन सबको अंकल नासिर का चपली कबाब नहीं पता। दरिया सवाद के किनारे पे एक छोटा सा गांव है, उसका नाम मत पूछना बिकॉज आई भूल गया, लेकिन अंकल नासिर का कबाब नहीं भूलता। المهم يا جماعة، زي ما تشوفون المحل خلفي، مو المحل أو البيت الصغير، جزء من البيت مخصص يعني استقبال الناس والضيوف والطبخ. شوفوا الأزقة والشوارع الضيقة كيف. هنا المكان الأكل، هنا يطبخ الخبز. سنت علیس سال سے انکل ناصر جو ہیں اپنا کباب اپنے گھر میں بناتے ہیں اور سرو بھی کرتے ہیں۔ انکل ناصر اپنے گھر میں سب کچھ بناتے ہیں، قیمہ سے لے کر مسالے تک۔ شوفوا كيف، ما شاء الله مكان كلاسيكي جدا. هذا كيلو كباب. ها زي ما تشوفون المحل صغير داخل أزقة، ما هو محل أصلا، في بيتهم فاتحينه. جاكك يا نامي بيلا نمبر 4. یہ وہ کباب ہے جو آپ کو نہ گوگل میپ میں ملے گا، نہ آپ کو کسی اس کا کوئی برینڈنگ نام نہیں ملے گا، یہ صرف انکل ناصر کا کباب۔ آئے ہائے 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 ہائے